أيوة، خلينا نشوف يا حبيبتي مين هالشخص اللي وثقتي فيه أكتر مني؟ لك مين بتكون؟ مين هالشخص يا ترى؟ يلا بارك يلا. ساعدوني ساعدوني. لك شو صار لهاد؟ حاول لك امسكوه امسكوه لا تخلوا يروح. يلا اركضوا بسرعة، الحقوه بسرعة، حرر الزلمة بسرعة، اركضوا. تعال هون حقوه بسرعة، لحقوه اذا سمحتوا. يلا اهدى اهدى، هاتوه مسكتوه بسرعة. طول بالك يا اخي طول بالك. انتبهوا لا تخلوه يهرب. جيبوا ابرة مهدئة بسرعة بسرعة. طول بال اهدى اهدى اهدى. يا اخي والله انا ما عم افهم، ما قاعد عم افهم شيء بنوم وضيعت راس الخيط. شو هالتصرف المجنون هاد؟ الزلمه طالع مزور هويه، معناها من البدايه حسب حساب انه رح نتاكد وما عرف يلاقي اسم تاني، وكانه عم يحط ملح على جرحه للرجال. طيب فهمنا، هو عم يلعب معنا لعبه القط والفار. بس والله هيك كتير هيك كتير اخي، هذا واحد مجنون وايده طويله وفوق كل هاد ذكي، والا بهالزمن مين بيقدر يعمل لهوية مزورة ومدري شو؟ ما حدا ما حدا. لكان شو مشكلته مع عمو عثمان؟ ليش راح لعنده؟ روح حاكي. مع مين بدي احكي؟ بدي اقول لك مع عمو عثمان. بس انت اساله. سالته 50 مرة وما قال لي شيء، قلت له مين؟ من وين بتعرفه؟ سالته وين تقابلته لحتى صار صديقك؟ عبس ما قال لي شيء، وإذا بضغط عليه كمان شوي رح يطق فيوز براسه. يعني بدنا نستنى هلا؟ بصير انا بيناسبني، انا وراك يا اخي. وبارك ما عم يتركني بحالي، عم يلحقني مثل خيالي يا زلمة. لك ما عم يتركني أبدا. المهم طيب أنا رايح على البيت، خلي أمي تشوفني منشان ما تشك بشي. طيب. وأنت روح على البيت عمل لك مرأة وبعدين منلتقي المساء. لا أخي خلاص فيكن تروحوا أنتو، أنا مرتاح. شبك ولا مرجب؟ مرجب يعني هلأ أنا عم آكل أشرب ومرتاح، وأختي قدر كمان الله يرضى عليها، ما عم تخليني محتاج شي، كل همها تشوفني مبسوط ومرتاح. كمي. بس أنا شاب مثل ما بتعرف، بدي مد رجلي نام إمتى ما بدي، يعني والله تعبت قد ما ضبضبت حالي ما عم ارتاح، لهيك هون أحسن لي. فهمت عليك. عم باخد راحتي. شوف يلا لك عم شوف. تمام. شو عملت بالمفتاح؟ أي مفتاح؟ إيه نسيت. شو نعمل، نكتب لك ورقة مثل عمو عثمان نلزق لك إياها على الحيط المفتاح؟ والله ما فضيت، يعني كنت بدي انسخه بس ما فضيت. ايه طيب طلع علي ولا سنجاب، انا بكيفي خليتك تمشي مع علي مثل دنبه، والا بشرفي خليك تحرم تمرق جنبه. خلص هدي هدي. انا هادي اخي، يعني كرمالك بس ماشي. يلا تعا يا دنبي الطويل الحقني. شو هالحكي هاد، صرنا بال 2022، شو هالالفاظ هاي؟ ما تواخذني خلينا نغيرها، خلينا نقول ظلي، أنا وراك مثل ظلك يا علي. إيه خيالي. حلوة ظلي حلوة، ناديلي ظلي. إيه حلوة. يلا يلا امشي غليظ. حلوة. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإفطارات لتكون أول من يشاهدها.